شد ايدك فوق يا ولد، شايفك، انا شايفك. شرفت يا اخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا ابدا يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ ايه قاضي، انت مخنوق مني ولا حاجه؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا قاضي، قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا قاضي؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقت ربنا. ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسقط في كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي. دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ، ده انا قطعت. عارف يعني ايه قطعت؟ يا بابا خلاص خلاص. بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره. حرام. اوعي اوعي. حرام. اوعي. حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6 الا 3 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام، ادخل ادخل. بس بحطها يا عيني بتاع اللي في ايدك انت اخرى. انا كنت داخل، هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا. برمي بلاي عليك يا ادخل يا راجل بقى، ادخل ادخل. حاضر حاضر، اتفضل يا بابا اتفضل. شفتي بيحلف طاية ازاي؟ شفتي شفتي؟ اكسرها روحها، اكسرها اكسرها يا جبان. هاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ كأني يعني انا راجل مجنون واقف قدامه. يا نهار ابيض، انت بتطردني بره البيت يا بابا؟ مين حضرتك؟ عملت ايدك كده دلوقتي ناحيه الباب، يعني اطلع بره؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا حرام. يا ولد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم، يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا نهر؟ خير، اللهم اجعله خير. حلمت ان انت قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر، لابسه ابيض في ابيض، وعماله تبص لك يا شيخ، وانت مش واخد بالك منها خالص. ها. وكل شويه تقرب لك حبه وتبص لك حديد، وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين وعلى غفله قربت لك قوي ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شده من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه، وطردتك بره اللجنه ولغيت لك الامتحان بره. البنت مرنة اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مره تانية وابوك يرد عليها. بره. وطر 7 6 6. الو فري، ازيك؟ معلش ما عرفتش اكلمك الصبح. بقول لك ايه، هو احنا هنفضل نقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا ايه؟ طب ما تخليني اشوفك ولو مره واحده. أصلاً أنا معرفش يعني أنتي طويلة ولا قصيرة ولا تخينة ولا رفيعة ولا بيضة ولا سمرة، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي علي. لا لا معقول؟ أنتي جامدة جداً بقى على كده. بنت خالتك؟ ولا يهمك، هاتيها معاكي، هاتيها وأنا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك إيه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزه حمرا. ماشي باي باي. دي باين عليها جامده قوي اصلي يعني. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو، ولا زوزو ولا عزوز. ايه ده الشك في ايدك اللي رماد الطوبه؟ امسك الولد ده، خد ورق ولا خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبه لك، الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه انت يا واد يا عزوز، انت بتطير. كلم
يا ميدو في ايه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طقم كده في الشياكه عشان عندنا سهره تمام النهارده. يلا يا عم سيبنا نملي شويه، انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهارده. يا بني ادم معايا موزز افهم موزز. يلا هغير هدوم واجي لك على طول. يلا يا عم ميدو. ايه يا عم انت ده ابتدى عليك كده ليه وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يلا حلوين يلا حلوين. انا عمري ما شفتهم بس صوتها في التليفون يلا عزوز اصلي تحت في اي حاجه فيها ده مربوطه. بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو كده الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يلا وديت عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا. ايه قشطه رحنا في داهيه. ايه الفال ده؟ فال جديد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب افتح لي الباب. سمعني بحياتك. ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمراء. حمراء؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ ولا عزوز ايه؟ ايه البلوزه الحمراء واقفه هناك اهي. مش رقم تليفونك برضه 7-60-3-3-4-6؟ دي مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما تتحلوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر يلا بينا نخش السينما. اوبا ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري انا معايا فلوس. وني كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا اخس عليك يا ميدو. يلا ما تعطلش هتيجي يعني هتيجي. It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? ايه ده في دبان في وشك ولا ايه؟ ايه في ايه انت بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس باللي انا حاسس؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. ايه ايه You're married. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ I know you're a criminal. Probably a felon. معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي. معلش. ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد تالتة كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت في واحدة عايزة تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريدة. خلاص ده انت معروفة هنا بقى. طب ايش تقولي؟ مش تقولي يا فريدة؟ مش تقولي انك معروفة هنا يا فريدة؟ ولا انت يعني جنبنا اهلي لما اخذها يا جماعة. معلش قولي يا فريدة.
يا ساتر. دي بنات بنتهية يا راجل. بنتهية ده وشهم بطل من زمان. بقول لك يا ميدو، هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ من على الانترنت. كده مش هتحول عليه شويه علشان يشد معاك يا اخي. وانتبهنا بعد ما زال الرحيل وافقنا وليت أن لا نفيد. انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايه ما انت فاكر ايه؟ ده تلاقيه صاحب الغرزه. لا يا عم ده مجنون. بقول لك ايه يا معلم؟ هو العود اللي معاك ده ما بيجيبش اغنيه اي دمه تحزن؟ لا ما تجيش الساعه دي. يقظه اطاحت باحلام القرى. يا راجل سيبك من السكه دي، روح اتعالج. امسك. كلثوم لو كانت عايشة وشافت عشماوي ده بيغني كانت ضربته بالنار. ده باين عليه ما سمعش راديو قبل كده. اوبا لجنة. قلت لك يا ميدو بلاش نشرب. بقول لك ايه يا عزوز، اثبت كده ما توترنيش، اثبت خلينا نشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ انا ارجع بضهري ونهرب هوا. لجنة تاني. هو ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفالة. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ مالكش دعوة بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه ايه ايه؟ لا يا باشا العفو، بنفسك سيادتك؟ سيادتك بتسرق لي بنفسك كده؟ ما يصحش يا باشا. لا لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي يا عزوز. الموضوع ده هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي وماله برضه. وماله مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على وماله برضه. حاضر ما حصلش اي حاجه. حاضر. ولا عزوز تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها. ماشي هديها لك، ما تخافش يعني ما تغلاش عليكم. وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز. اسمع الكلام يا ميدو. بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. الحقنا يا ميدو. كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجيلك على الاسم. اني اسم المره دي؟ طيب هاجيلك حالا نص ساعه بالظبط. جزمه؟ ايه الاستباحه الغريبه دي؟ بابا ايه احنا متراقبين من ساعة ما خرجنا من القسم والعربية دي ماشية قدامنا. بص هتغرمي يا ايمي. عربية ايه دي اللي هتعرفنا السكة؟ وبعدين ادفع لاخوك كفالة 200 جنيه ليه؟ يا ناس ما حدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة. ما تديها تالت يا عم. ما فيهاش تالت. طب اديها التاني. ما فيهاش تاني ولا تالت. اديها الرابع.
ما فيهاش رابع. استغفر الله العظيم. هو انا بقول لك اديها كاس خمره، لا فيها تاني ولا تالت ولا رابع، امال فيها ايه؟ فيها بنزين. زوز ايه؟ اعمل حسابك انا حاجبات عندكم النهارده. ايه يا ميدو انت كده هتحطني في مأزق. هو انا جاي اخد قرض؟ بصراحه كده يا ميدو امي ما بتحبكش. ايه وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ بس ماشي ماشي عزوز خلاص. ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص عزوز خلاص خلاص الحمد لله ورمزي جه اهو. ازيك رمزي؟ ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي هتمشي. حب اعرفكم شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ اه هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها؟ عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي الموتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبوا بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده احنا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز صاحبي، واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد يا كابتن. يا كابتن سيبك منه، خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بس والله بس تعالي بس والله وانت بقول لك ايه؟ تعالي بقى انكش بقى احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. خدي بس قول ايه يا ست في ايه؟ الحق علينا. ميدو وحشتني. اهلا اهلا بعالم سمسم، معاك ربنا. اخويا رمزي وحشتني. وحشتني؟ ده بأمارة اتنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شويه. طب كنت فين امبارح؟ ايدك ايدك والشحن، وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش السلندر. وش السلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه؟ عربيه ايه وبتاع ايه؟ ماشي يا ميدو على طول كده كاسفني. ايه الكاسفه في وش السلندر يعني؟ ده وش سلندر، بقول لك عندنا امتحان. طب غور بقى. النهارده الامتحان الشفوي، كل فني فيكم قدامه تلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل، لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنضفه. عايز مهارة في الفتح، سرعة في التصليح، جودة في التقفيل، فتنس في التنفيض. أي فني هيعمل أي مخالفة هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقة وهلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟ فاهمين. دور. معاكي مفك صليبه. بتقول ايه؟ ها 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 ها. بيقول لي معاكي مفك صليبه. بصي في التلفزيون بتاعك بدل ما طلعت بره. بصي وانت يا استاذ هتلبسلك التلفزيون في البلطو بتاعك. في فني من غير عده، في جندي من غير سلاح. هسه سمحت. اسف ايه وبتاع ايه؟ لازم العده. كله يبص في الجهاز بتاعه كله. معايا طقم مفكات تايواني عليه مشترك هديه 50 جنيه. ماشي شاريهم من عند مشمش اللي فارش بره. ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تشيب 15. اخر يعني كف كده في اللجنه دي وممكن اسبالك واخلع. اقعد اقعد عربيك كف. اقعد رموزه رموزه. كلمت لي بابي؟ كلمته.
طبعا اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستوى تعجيزه كهربيه في البلد، وعلى فكره هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمه بعد اذنك، دلوقتي انا مش فاهم حاجه في الليله السودا دي. جايب لي التلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خلاص خد المقاومه دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. بالبساطه دي سلمني على بابي. ماشي يا عم، ما اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى يا لولا، ليه المعامله دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. طب قولها كمان. بحبك. هتصدقي نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني مفك صليبه لحسن، فيه مسمار طول كده قلاوز مش عارفه افكه حصل. قول كده مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟